سلام، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي. هذه مودة، دونك قررت ندير لكم لي فيديو اللي كانوا عندي في البورطابل بالك تستفيدوا. وكاس كي كونسيرني غوسات غاتو، ان شاء الله يكون بعد العيد برك ان شاء الله. دونك هذا العام جي با بي. المهم نروحو نبداو الوصفه ديالنا تاع بطبوط. دونك هنحتاجو 380 غرام فرينه و 250 غرام سميد يكون رطب رقيق. نضيفو مغرفه صغيره تاع الملح ومغرفة صغيرة تاع السكر. وهنا نديرو زوج مغارف كبار تاع الزيت. فوالا، ما قبل ننساو، لا اول مره راكو تزورو قناتي ما تنساوش ديرونا ابوني، تفعلوا الجرس باش اشك في حقكم جديد. هنا نحتاج مغرفه معمره مليح تاع خميره الخبز. ونروحو نديرو كأس تاع الماء يكون سخون شوية. فوالا، نخليو الخميرات تخدم شوية. أنا كنت مزروبة شوية. هنا نبسو ندخلو الزيت ونخلطو كلش باش يجي جانسو. أبخي نروحو نجمعو بالماء ديالنا مع لا ليفيغ، نفرغ كلش نورمالمون، نفرغو كلش. ولا شفتو بليك مخصوصة زيدو الماء، على بالكم كيفاش يشبه المطلوع، حاجة باينة. فوالا، السميد يلعب دور بزاف كبير في هذه الوصفة. لازم يكون نوعية جيدة الأحسن. وبالك تستفيدوا بهذه الوصفة، ديروها ماشي برك في رمضان، تقدروا ديروها للمناسبات الأفراح ليزانيفيرسير. أنا درتهم بوغ أن أنيفيرسير، دونك تستفيدوا بها بعد رمضان. كاين ثاني بزاف الافراح والمناسبات، ربحها لباك بيام كلش تقدروا تستفيدوا. دونك سي با اوبليجي كي ندير لكم وصفه برك بوغ رمضان. ليسونسييل وصفه تكون في قناتي، كي يحوس كاش واحد على حاجه يلقاها. فوالا سي سا لو بي. دونك انا حبيت ندير حاجه يكون كلش في القناه ديالي. فوالا، هنا جمعت العجينه، نروحو نديروها بيدينا شويه على بالكم كيفاش. وتشوفوا بلي كي يابسه زيدوا لها شويه الماء، خدموها بيديكم حتى تحصلوا على عجينه تكون هكا طريه وتلاصق توجور شويه في اليدين، على بالكم كيفاش. فوالا، دونك ما قعدش بزاف، يعني وصفه سهله تنحي بزاف هاد المقادير، ينحيكم بزاف بزاف. دونك ولا حبيتوا ديروا كميه صغيره نقصوا المقادير، قسموهم على زوج داكو، هادو ينحيوكم حتى 30 ولا اكثر. دونك انا درتهم صغار وجاو بيان بنين، ما ملحاش ويجي بزاف اقتصادي. نقترح بكم تبقاو حتى لافين لا فيديو باش تشوفوا الحشو بزاف هايل، فريمون تقدروا تستفيدوا به باسكو سي ترو ترو بون. فوالا، هكا نخليوها تتخمر. فوالا، دوك هنا راهي تخمرت، نروحو نديغازيو لاباط، نحلوها بالحلال ونديرو لافورم لي حبيتو. دونك تقدرو ديروهم صغار ولا كبار كيما حبيتو، هنا يبقى اختياري. انا درتهم لي ميني، دونك حبيتهم بوغ ان ايفينمون، ان انيفيرسير. دونك درتهم صغار وتنحيو بزاف لي يبارك. دونك هكا ديروهم تفورميوهم، تعاودو تخليوهم شويه يتخمرو شويه برك ماشي بزاف يتخمروا. دونك تغطيوهم تخليوهم في سنيوه، ابري تروحوا طيبوهم في الطاوه ولا حاجه اللي عندكم اي حاجه. فوالا، الصوره راهي تهدر. هنا نروحو نبريباريو لا مايونيز ديالنا اللي درتها لكم ديجا، معليش نعاودو. هنا عندي بيضه كامله، نديرو مغرفه تاع لا موطارد، شويه ملح، ونروحو نديرو كاس تاع الزيت،
ونديرو الميكسور هكا بالطريقه، ما نحركوش الميكسور، نخليه حتى تشوفوا بديك طلعت لا مايونيز كومبليتوم. ابري تقدروا تحركوا الميكسور ديالكم. فوالا لا مايونيز ديالي راهي واجده هنا. ابري ديفو القارص ولا الخل ولا اي حاجه اللي حبيتوها. دونك هنا نخليها تكوتي. ابري نروح نحي شويه باش نعمر بها البطبوط ديالي. هاكو شفتوا كيفاش جات القوام ديالها؟ رائع بزاف بنينه. اوهو انا توجور ندير هاد الوصفه. دونك نروحو بريباريو لاصوص ديالنا اللي تجي بزاف اقتصاديه وتساعدكم بزاف. هنا عندي الياوط هذا ناتور، فرماج ناتور طبيعي، وعندي هذا الموديل ثاني يجي هايل. دونك راني وريت لكم لي مارك مالغري نورمالمون ما نوريش. فوالا ونضيفو لا مايونيز ونحركو كلش تولي اون صوص بزاف رائعه. تقدروا تستعملوها ثاني بولي تاكوس ولا المقلوب، اي حاجه اللي حبيتو اللي مملحه هكا تاع الفاست فود. ونكملو بلا مايونيز، نضيفو لا مايونيز الكميه اللي حبيتو. دونك هنا قلت لكم ديروا لها القارص ولا الخل ولا اي حاجه اللي حبيتو. فوالا فوالا حتى تحصلوا على القوام اللي حبيتو والذوق اللي حبيتو. دونك في اثر هذا هنا تقدروا، انا درتها بالطون، انتم تقدروا ديروها هكا وحده ولا تضيفوا حاجه اخرى. انا درتها بالطون هذاك طوماط، يجي بزاف هايل فريمون، يعطي ذوق رائع. دونك نتوما تخدموا الطون طوماط هكا كيما انايا، يعطي واحد الذوق فريمون تخو تخو بون. فوالا دوكا الحشو ديالنا راه واجد بالك سفيدو. ونروحو نطيبو البطبوط ديالنا اللي خليناه يتنفخ شويه. فوالا طريقة الطياب سهلة، تروحوا تطيبوه بالعقل وتشوفوا تنفخ. دونك هنا كي تكون يتنفخ في الجهة الأخرى كي تروحوا تقلبوه تشوفوا بيك ما طابش كومبليتوم، مي اون فيريتي طاب. فوالا دوكا تشوفوا بليك دير اون بوس هكا، ومع كي تروحوا ديروه باش يطيب في الجهه الاخرى يطيب غير كون كاين هذاك لابوس، والجهه الاخرى يبقى هكاك بيض، مي ايسونسييل طاب في الداخل. فوالا كي تشوفوا بليك طابو كومبليتوم، تنحيهم تخليهم يبردو وتروحوا تكوبيوهم هكا وتلقاو في الداخل بديك فارغين، يجيو هايلين هايلين تتفاصل بزاف. وصفه رائعه. فوالا فوالا كيفاش جاو خفيف، وتعمروهم بالحشو هذا يجي رائع احسن. دونك نتوما تقدروا ديروا بولي ولا حبيتو ولا حبيتو اي حاجه اللي عجبتكم. مي هنا قررت عليكم هذا الحشو اللي يجي اقتصادي وبنين، وتقدروا تفيدوا فيه بولي زيفالمون انيفيرسير ايتو. فوالا درت شويه شلاضه هكا كملت. تقدروا نتوما تزيدوا الطوم الفوق ولا عندكم، ونزيد شويه هذا كاشير باتي رابي. فوالا الوصفه ديالنا راهي واجده، وان شاء الله سفيتو وشكرا.